بالنسبه للتظاهره نتاعنا اليوم هي لو فيستيفال دو تريكور او كيف. قلنا علاش ما نعملوش معناتها فيستيفال اللي كيف ما فيهاش فيستيفال تاع سينما، يكون يتعاود كل عام يتعاود ويكون معناتها سينما فريد من نوعه. اش معناتها؟ اش نقصد فريد من نوعه؟ في تونس في الوقت الحالي ما عندناش ان فيستيفال نتاع كور ميتراج 100% كور ميتراج. فما تجارب صارت قبل اما خساره ما توصلتش، دونك احنا حابين نجربوا التجربه هذه ونكملوا نواصلوا فيها. هو ديجا المهرجان من 22-28 اوت معناتها جمعه كامله، كل يوم باش تكون العروض في مسرح الجيب، اما كل يوم زاده باش تكون العروض في قرى. اخترنا قرى ما اخترناش مدن، ولايه الكيف ولايه كبيره فيها برشا مدن، فيها تجروين، دهماني، سرس الى غيره الى غيره. اما احنا اخترنا قرى اللي فيهم 10 عائلات و20 عائله و5 عائلات، قلنا هذوما من حقهم نمشي ونتنقلوا لهم، نتنقلوا لهم ونعملوا دي بروجيكسيون اون بلينير معناتها بالنسبه لهم هم. كي تجي اليوم انا احنا في مهرجان نتاع سينما اول اديسيون بالامكانيات المحدوده في ساله كيما هذه، انا عملت فيها مسرح قبل وكل شيء، دونك وفما عباد تتفرج، هذا يخليك تكون اوبتيميست، خاطر باش يجي نهار وباش ترجع صاله السينما نتاع الكيف. ان شاء الله بلي مانيفستاسيون هذوما يرجع فما يتصنع يتخلق جمهور انه يتفرج في الافلام، مش جمهور نتاع 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 يقعد في قهاوي في الشارع وكل شيء. في البانوراما فما برشا افلام متنوعه ومتعدده اللي باش تكون معناتها دي تيماتيك، كل يوم مختارين تيماتيك معينه. باغ اكزومبل النهار الاول اون شوازي لي بروجيتي لي فيلم دي رياليزاتور كيفوا، والا لي فيلم كي اون تيتي تورني او كيف. علاش معناتها بالضبط الحكايه هذه؟ ماهيش حكايه الكيف وكاو، على خاطر في الكيف ما عندناش حتى صاله نتاع سينما. برشا افلام تصورت في الكيف تمشي تتعرض في تونس وايور وتخرج حتى لبرا من تونس، واللي مثلوا في الفيلم واللي عاونوا في الفيلم واللي بلادهم ما شافوش الافلام نتاعهم. ورشه تطوير السيناريوهات هي ماهيش ورشه تعليم او ناحيه تقنيه، هي كيف باش نخدموا على مشاريع موجوده، نحاولوا انه نشوفوا لي لاكون معناها الاخطاء اللي فيها، باش نوصلوا في الاخر معناها اخر خمسة ايام ان على الاقل عندنا سيناريو متماسك ينجم، وذاك يدخلوا به ندخلوا به للسيليكسيون، نختاروا من بين السيناريوهات، نختاروا سيناريو واحد باش يكون هو الفايز ويقع تصويره من بعد انتاجه وتصويره بالامكانيات الفستيفال والجمعيه. باهي البادره هذه اللي عملتها سيت اسوسياسيون، اما الوقت شويه، نتمنى انه حتى كان ما خلطناش في بعض المشاريع باش ما تلقاش العباد فرستري، نواصلوا نخدموا عليها. وهكاك بالحق هذايا لابوتيسمون الصحيح، لابوتيسمون الصحيح هو انه الشيء هذايا يتواصل، مش تتويج، مش الفيلم هذاك اللي تسوى، لا العمليات هذه تتواصل. احنا المستقبل بدينا نحكوا ديجا ساعه اللي الدوره الجايه باش تصير في الربيع، خاطر احسن طقس في الكيف هو طقس الربيع. ما عندناش بحر صحيح، اما طقس الربيع معناتها احسن طقس في الكيف. والدوره الجايه باش تكون محلوله ومتنوعه اكثر، معناتها فيها بليزيور تيماتيك، بليزيور بري اوسي، اون ملتيتود دو بري ديفيرونت. برشا معناتها دي بوني تيماتيك لي شوا باش تكون متنوعه معناتها كبير برشا.